الآن ننتقل إلى فقرة التكريم للأستاذة زهراء ياسر الأبيض. أستاذة زهراء، يلا تحية. ليش لا، تستحق التحية. أستاذة زهراء حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال، عضو في نادي غراس للتوست ماسترز، لاعبة بوتشيا، صح؟ بوتشيا، لازم تعلمينا في الكلمة وش الرياضة هذه. بنادي الأحساء لذوي الإعاقة، حصلت على الميدالية الفضية مع المنتخب السعودي بدولة تونس، كما حصلت على الميدالية الذهبية مع نادي الأحساء في الأردن، وصدر لها كتاب رويدك لا توصد الأبواب. تفضلي أستاذة زهراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أرحب بكم جميعاً، وكل شكر والامتنان على هذه الحفاوة، ولي الشرف أن أكون معكم لأشحن طاقتي بالجديد المفيد. مساء بهيج برائحة الفل، مساء يحمل في طياته النور لينتقل بنا إلى مسارات أفضل وآفاق جديدة مليئة بخطوات من العزم والإرادة. من هي زهراء وكيف تمكنت أن تكون في سماء المبدعين أمثالكم؟ الله حباني بنعمتين اثنتين، ألا وهي الإعاقة الحركية منذ الولادة. أجريت عدة عمليات لكي أتمكن بالسير القليل ولو بالمشي. باحتواء واهتمام من أمي الغالية وأبي الحبيب ورعايتهما لي لما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. نعمة كبيرة أن يقدر وجودك العائلة. مهما كان مصاعبك وآلامك، خطتك العلاجية، مقاومتك في الحياة، ربما كان والداي يتمنان أن أكون ضمن فئة الأصحاء، ولكن قدر الله يجري للطف خفي بحكمة. النعمة الثانية التي حباني الله بها، رزقني بتوأم هي روحي وعيني التي لا تكل من مساعدتي، هي نبضي وساعدي الأيمن زينب. كذلك الله حباني بمنحة ثالثة، أصبت في عمر الخامسة بالسكري. أليس الله إذا أحب عبدا ابتلاه؟ نعم. لا أطيل عليكم، ولكن سأختصر حديثي لأنني كنت ممتنة وشاكرة الله وجودي معكم، وكنت أتمنى حضور الكابتن محسن آل إسماعيل. بعد تخرجي من الجامعة دخلت نادي توستماستر للخطابة، كذلك منذ عام انضميت إلى نادي ذوي الإعاقة بالأحساء خصوصا في لعبة البوتشيا. لعبة البوتشيا باختصار هي لعبة ستة كور باللون الأزرق وستة كور باللون الأحمر، تحتاج إلى تركيز ودقة عالية وذكاء. تصيب الهدف بكورة رئيسية تسمى الجاك، ألا وهي البيضاء الهدف. وهكذا تستمر الحياة بمصاعبها ومرها وحلوها، وبالقناعة وبالصبر كل شيء يصبح لا مستحيل. أكرمني الله وإياكم علما وبصيرة وحكمة، وفقني الله وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.